أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء: لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم، الحديث، كيف نجمع بين هذا وعن نهيه عليه الصلاة والسلام عن قولي لولا؟ هذا ما هو من باب النبي قال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فكلمة لولا وكلمة لو ما هي ممنوعة مطلقة، ما هي ممنوعة مطلقة إذا كانت في مسائل العلم وفي مسائل العبادة وفيها تندم على شيء فات من العبادة والأجر، لا حرج في ذلك، إنما تمنع إذا كان القصد منها العتب على القدر والقضاء والقدر. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإذا فلو أصابك شيء يعني بغير ما تريده فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذا لأن فيه لوم على القدر، أما إذا جاءت لو وليس فيها لوم على القدر وإنما فيها لوم على النفس وتأسف على النفس وتأسف على ما فات من العبادة، هذا لا بأس به. نعم.